بعد عملية بطولية أسفرت عن مقتل أحد تجار المخدرات بالقرنة شمال البصرة، استشهد الرائد أحمد عبد الزهرة أثناء تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين. قيادة شرطة المحافظة أقامت تشييعاً كبيراً للشهيد إكراماً لمواقفه البطولية التي أسهمت في مسك المجرمين. إحنا بالنسبة للشهادة مو عجيبة علينا، ومو لأول مرة نزف، وخصوصاً من هذه البيت نفسه مو لأول مرة نزف شهيد. وإحنا مشاريع تضحية، مشاريع فداء، مشاريع لازم نطارد كل واحد يمس أمن الدولة، وكل واحد يمس عراقي شريف. ولكن نقول القصور بالساسة اللي قوت هاي الجلاوزة علينا. الشهيد يتيم الأب وهو المعيل الوحيد لعائلته، رحل تاركا خلفه أطفالا بعمر الورد. ذو الشهيد طالبوا الجهات الأمنية ببذل جهود أكبر في سبيل محاربة تجار المخدرات والقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي أثرت على المجتمع البصري. وإحنا على المستشفى لقينا غرقان في دمه، يعني حتى ما لحقنا عليه ثلاث جهال برقبته هزة، ثلاث جهال وين يرحون؟ قبل سنتين مو متوفي، أربع خوات وين يرحون هسه؟ بس قلوا لي وين؟ يا أهل لهم، هو المعين لهم، بس هو المعين راح ضحية هذا الهجوم الإرهابي تقدر تقول بسبب سوء التخطيط. يعني خلية نائمة تقدر تقول تواجهها بأربع نفرات خمس نفرات، هذا الشيء غلط طبعا ما صاير بأي دولة بالعالم. احنا راح نبقى نزف شهيد وبع الشهيد وبع الشهيد اليوم ابن خالي وأسر أخوي. وتستمر قوافل الشهداء من المضحين والمخلصين لهذا البلد، ومعها تعود وترتفع المطالبات بضرورة إنزال أشد العقوبات بحق المجرمين والمروجين للمخدرات بين الشباب البصري. لقناة التغيير، يونس الرباعي، البصرة.